وعدناكم تتابعون حصريا عمو يزيد شو الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بحديقة تيفاريتي تلملي بالعاصمة. إلقاء السلام شيء مهم جدا لما نمر على ناس ولا نتصبح في الدار ولا يكون عندنا ضيوف، مهما كان الأمر لازم تقول السلام عليكم. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. يا أطفال، عمو يزيد اليوم راه يطلب منكم باش تديروا معايا التقدير. هذه أغنية درتها خاصة لعامل النظافة. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. أنظم السير أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرقي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرقي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا عمو يزيد شو يأتيكم يوم الجمعة في الأوقات التالية. تعالوا هلموا إلينا الضمة عمو يزيد.